خطفك دي انت اتربيت معاها كام سنه؟ 11. 11 سنه بتقول لها يا ماما؟ بتعمل لك الاكل؟ طيب لما بتاعي تديك دواء؟ تمام. ما بتحبهاش؟ كنت بحبها قوي لغايه قبل ما اشوفها، لقيتها عباره عن شيطان في جسم بني ادم. في واحد ليله بارده وشتا خيط من السما، في واحد الدار بسيطه في الاحياء الشعبيه في مصر، كان اسلام كيلعب مع خوته محمد وهشام. كان كل شيء طبيعي حتى سمعوا الدقان بالجهد في الباب، وهنايا خرجت يماهم من الكوزينه تفتح الباب، كيشدوها البوليس وداو حتى الوليدات لقسم الشرطه. بقى اسلام كيبكي بحكم هو الكبير شويه في خوته، وفهم باللي واقع شي حاجه، يعني ماشي هي هذيك. كان كيبكي وكيعيط على ماماه، رد عليه البوليسي بحزن، هذيك راها ماشي ماماك. الاحداث ديال القصه اللي غادي نشارك معكم اليوم كتبدا في واحد من الاحياء البسيطه والفقيره في مصر، وبالضبط في الاسكندريه، ملي تزوجت واحد البنت اسمها عزيزه، كانت بنت 17 عام بواحد السيد اسمه سعيد. وهنا تقلبت حياتك كامله، ولات صعيبه بزاف. عزيزه ما كانتش عارفه واش تصبر على العصبيه ديال الراجل ديالها اللي غير ماشي ويصوت وكيلصق فيها على اقل حاجه ولا اتفه الامور، ولا على العائله ديالو اللي كانوا كيعاملوها لواحد المعامله خايبه. هنايا كدوز واحد الوقت وهي مجوجه بيه، والعائله كامله بداو كيستناو عزيزه تجيب شي وليد هاد الدنيا. العائله ديالها كيسولوا العائله دراجله، الجيران ديالها اللي كيتلقاها كيجبد لها هاد الموضوع. نتوما عارفين حنايا في الدول العربيه المراه يلاه كتزوج اليوم غدا كيبداو يسولوها واش كاين شي حاجه واش كاين شي حاجه، ضروري ما كينقمو. المهم هنا غادي تقرر عزيزه تمشي للطبيب باش تعرف السبب اللي ما خلاهاش انها تحمل، وهنا غادي تكون الصدمه. عزيزه طلعت عاقره، ما عمرها تقدر تحمل ولا تجيب شي وليد لهاد الدنيا. رجعت للدار قالت انا الراجل ديالها سعيد، هي قالت له انا راني عاقره طلعت عاقره ما كنولدشي، هو يقول انت انا مطلقه بثلاث. وهنا عزيزه ولات كتعيش ضغط نفسي في الحومه ديالهم ومع الجيران، ومن ناحيه العائله الطليق ديالها يشوفوا هذا زي يكون وحدها صدفه، يبداو يخشيو فيها الهضره. كتشوف شي ناس هيدا مجموعين كيهضروا، كيجيب لله بلي راهم كيهضروا عليها. وهنايا بدات كتفكر في شي طريقه تحل بها هاد المشكله، ومع بدايه ديال الثمانينات تعرفت على واحد السيد وقرروا باش يتزوجوا. وهنا عزيزه غادي تطيح عليها الفكره الشيطانيه، وهي بما انها ما عمرها تقدر تولد علاش ما تمشيش تسرق شي وليد وتربيه ويكون ولده، وبهالطريقه غادي تسكت الناس اللي كانوا كيهضروا فيها. فاتفقت مع راجلها واختها على هذا الشيء، وفي بدايه سنه 1983 بدات كتمهد للناس انها حامله. اللي كتلاقاه كتقول له انا راني حامله، الحمل صعيب، جاني الوحم صعيب، راني حقا كنرض، راه كرشي ضراني، راسي ضرني. المهم مع المده وخلال هذه المده ديال 9 شهور كامله كانت كتعمل الحوايج في كرشه، كل مره كتزيد الحجم ديالهم، كل مره كتزيد الحجم ديالهم على اساس كل شيء طبيعي والجنين راه كيكبر. دازت المده بالزربه وانتهت فتره الحمل الوهمي ديالها، وهنا بداو كيفكروا كيفاش وماين غادي يجيبوا شي وليد. واحد النهار خرجت عزيزه والراجل ديالها واختها كيقلبوا في السبيطارات، والله يجبروا شي هاوته ولا شي طريقه باش يخطفوا شي وليد، وخصو يكون يلاه تولد باش الناس ديال الحومه يتيقوا الكذبه ديالها. وهنايا وصلوا قدام واحد المستشفى اسمه الشاطبي، هاد المستشفى كان سهل انها تسرق منه شي وليد حيت كانوا الامكانيات اللي فيه بسيطه بزاف، وحتى من ناحيه الامن والسيكوريتي ما كايناش. الاغلب غالبيه الاشخاص اللي كانوا كيمشيو لهاد المستشفى كانوا من الطبقه الفقيره، عليها جبرت الفرصه. واخيرا عزيزه دخلت لهاد المستشفى بوحدها، راجلها واختها بقاو كيستناوها برا. شويه خرجت وفي يديها واحد الوليد صغير ملوي في واحد المنطه صغيره، يماه ديال العائله المسكينه كان كيسحب ليها بلي عزيزه شي موظفه في المستشفى، عطات العائله وخرجت في حاله. خرجت عزيزه بشرات راجلها واختها على الاساس هما المساعدين ديالها، وهنا غادي تسناو حتى يطيح الليل ونعسوا الجيران ديالها والحومه تخوى، عاد غادي يدخلوا للدار وغادي تبدا التمثيليات ديالهم الثانيه.
عزيزة غادي تبدأ تغوت ربي اللي خلقها، على أساس زعما جاها الحريق ديال الولادة وكتحاول تغوت بالجهد باش كلشي يسيق الخبر، خاصة الحومة كاملة تعرف عزيزة راها كتولد. هنايا اختها غادي تخرج باش تجيب شي قابلة من الحومة ديالهم تجي تولد عزيزة، وفعلا غادي يجيبوا القابلة، والناس الحومة شافوا القابلة دخلت للدار. ملي غادي تدخل القابلة على أساس تولد عزيزة غادي تجبرها ولدات والوليد بصحة جيدة، وهي نعسة في الفراش كتمثل زعما عليها التعب أنها عيانة. وهنا غادي تمشي القابلة في حالة على أساس عزيزة صافي ولدت، والجيران غادي يكونوا شافوا القابلة دخلت ومرها سمعوا الزغاريد، فهادشي كيعني أن القابلة هي اللي ولدتها. الغد اللي غادي تمشي اختها ورجلها يسجلوا الوليد، وهنايا غادي تشهد ليهم القابلة أنها هي واللي ولدت عزيزة بحكم أنها ولدت في الدار ما ولدت في السبيطار. وهنا الخطط ديالها عليلة كاملين نجحوا، وسمت الوليد الأول إسلام، دارت له أسبوع الله على أسبوع، عرضت فيه على المعارف ديالها كاملين من جيران ومن العائلة، كانت فرحانة كتكذب الكذبة وكتصدق زعما في حالي راه بصح راها والدة. وبالرغم من ان عزيزه ما تفضحتش في هذيك الوقيته، ولكن سبحان الله الجيران ما كانوش كيبغيوها، او بمعنى اصح يعني ما كانوش مرتاحين ليلى، كانوا دائما كيحسوا ان هاد المراه مرها شي حاجه كبيره، شنو هي الله اعلم. المهم كملت حياتها عزيزه بشكل طبيعي مع ديك الوليد مسكين، وهماتو بلي هي امو. وبالضبط ملي كمل الاسلام 3 سنين عزيزه غادي يبداو الناس يشكوا فيها عاوتاني، ايوا شنو عزيزه معولاش تجيبي له اختو ولا خاه، ايوا طولتي خصك تزيدي شي وليد، بداو كيستوبروها بالهضره. وطبعا بحكم انها اصلا عاقره فمستحيل تجيب له شي خاه ولا اختو، هي كانت كتظن ملي غادي تخطف واحد الوليد وتربيه فصافي غادي تسكتهم ما غاديش يزيدوا يهضروا، ولكن ارضاء الناس غايه لا تدرك. وهنايا غادي تعاود تفكر تعاود الخطه ديالها القديمه اللي كانت نجحت، وغادي تخطف الوليد الثاني، ولكن قبل ضروري خاصها عاوتاني توهمهم بالحمل وعاوتاني تعاود ديك التمثيليه كامله. دازت المده ديال 9 شهور وهنا فكرت تسرق الوليد، ولكن هاد المره من السوق ماشي من المستشفى. مشات للسوق كتدور في عينها وهي تشوف واحد المرأة شادة في يديها جوج توام باقي صغار، وقالت مع بالها بواحد الحقد وبارك عليها غير واحد شغات تعمل بيهم بجوج. زادت عند المرأة بدات كدي معها وتجيب في الهضرة، ووهمتها باللي هي خدامة في الشؤون الاجتماعية وباللي اسمها إيمان وباللي كيفرقوا شي مساعدات، وشافتها عندها جوج ديال الوليدات والحالة ديالها باينة فقيرة من اللبس ديالها، فقالت لا علاش لا حتى انتينا تستافد من هاد الخدمات. المراه غادي تفرح غادي تقول لها شكرا الله يرحم والديك، وبصح انا راجلي الخلصه ديالو قليله ما كتكفينا والو وعندي وليدات بزاف. وهنا عاد الجيزة غادي تقول لها ولكن قبل خاصني ضروري نجي عندك للدار باش نتاكد انك ديال بصح ما عندك شي. المراه غادي تثق فيها طبعا. المهم عزيزة مشات عند المراه الغد ليه وخدت معاها واحد شويش ديال الحلوى نلعبها والهيدا، غير دخلت عندها جلست شويه. وهنا ناضت المراه باش تعدل شي حاجه في الكوزينه باش ضيفه، وهنا غادي تستغل الفرصه عزيزه غادي تهز واحد من التوام وغادي تختفي. ولتاني مره كتنجح عزيزه في اختطاف الولد الثاني، عملت براسها كتولد عاوتاني بنفس الطريقه، عاوتاني الغوات عاود جيب القابله، ملي جات القابله جبرات عاوتاني ولدت بنفس الطريقه ديال الوليد الاول اسلام. ملي كانت كتكون عزيزه فرحانه بهذا الولد الجديد الام ديالو مسكينه كيكون قلبها كيتقطع وربي اللي عالم بها. ديك المراه مسكينه ما خلت فين قلبت على عزيزه والو، الارض تفتحت وبلعتها. غادي تمشي هي والرجل ديالها ديكلاري، ولكن ما غاديش يكونوا عندها شي معلومات يعني قويين على هذيك المراه، هي مجرد عرفتها في السوق قالت لها انا اسمي ايمان خدامه في الشؤون الاجتماعيه، وهاد الشيء نيت قالته بالضبط للشرطه. بوليس غيعياو يفتشوا على هاد الاسم هذا، فشي وحده خدامه في الشؤون الاجتماعيه ما غادي يجبروا حتى شي وحده خدامه في الشؤون الاجتماعيه اصلا اسمها ايمان. مره مسكينه ما غاديش يتفقد الامل، غادي تبقى تحاول وتحاول تقلب على ولدها ولكن والو حتى شي نتيجه. عزيزه غادي تقرر تبيع الدار ديالها في الاسكندريه وغادي تمشي لمنطقه سميتها العريش، وهنا غادي يبداو العواول كيكبروا، وبالضبط اسلام اللي دخل سنه اولى ابتدائي. وفي هذه المرحله غادي تقرر عزيزه تخطف الوليد الثالث. عزيزه ما اكتفتش بجوج ديال العواول فقط، باقي طمعه في العائل الثالث،
وفحال اللي كانت كتمثل الحمل على الجيران اللي كانوا في الإسكندرية، غادي تعمل نفس الشيء مع الجيران اللي في العريش. دازت 9 شهور عاوتاني، وخرجت عزيزة تقلب على الضحية الثالثة ديالها في السوق، حيث كانت الحراسة مشددة على المستشفيات في هذيك الوقيتة. كانت قضايا ديال اختطاف الأطفال انتشرت بزاف، دابو ساعة تسمعها هو وليد هنايا تخطف، هو وليد هنايا يلاه ولدت أمه ما جبراتوش. قد كتدور في عينها مدة، وهي في السوق كتدور الدور، وهي تشوف واحد المرأة جالسة فوق واحد الكرسي وفي يده واحد الولد باقي صغير بزاف باينة فيه عاد تولد. مشات عندها عزيزة وبنفس الطريقة اللي خطفت فيها الولد الثاني هشام غادي تحاول تخطف الوليد الثالث اللي غادي تسميه من بعد محمد. قالت ليها باللي حاسة ان صحتها ماشي مزيانة، وهي زعما خدامة في شؤون الاجتماعية واسمها ايمان عاوتاني، وباغا تعاونها في سبيل الله. مرة مسكينة كانت بصح الحالة ديالها يرتى لها، المرة مسكينة مريضة باينة من وجهها انها صفرة ومريضة. غادي تديها معها للطبيب وغادي تدخلها عنده، وقالت للدكتور يعمل لها شي تحاليل ويعطيها شي فيتامينات حتى شعاد والدة مسكينة، ولا أساس هي زعما اللي غادي تخلص كل شي. وبكل ثقة دارت عند المرأة مسكينة اللي كان اسمها سلمة، وغادي تقول لها أريدك الوليد أنا نشبه لك ونخرج برا نستناك تتساني انتنا مع الدكتور، غتجبرني أنا برا باش ديك الساعة نتحاسب معاه. المرأة غادي تعطيه لها بدون تردد، بدات عزيزة الوليد غتخرج برا. إيوا هنا كانوا غادي تمشي عاوتاني وغادي تختفي. عزيزة غادي تعمل نفس الشيء مع هذا الوليد، سجلاته في الحالة المدنية ديالها باسم محمد، وغادي تعمل له السبوع عاوتاني، وغادي يولي عندها 3 ديال الوليدات، اسلام وهشام ومحمد. قضية اختطاف هذا الوليد هذا كل شيء غادي يسيق ليها الخبر، الناس بدات كتخاف كتر على وليداتهم. هاد المرة هادي اللي سميتها سلمى غادي تنوض القيامة على ولدها، ما غادي تخلي فين تقلب عليه. الإسكندرية كاملة هي كدور مسكينة وكتسول واش ماشي شي واحد المرأة هايزة لابسة كذا وكذا، هايزة واحد الوليد والو تا واحد ما شافها. غادي تمشي عند البوليس غادي تعاود ليهم عاوتاني نفس القضية. البوليس غادي يستمروا في البحث لمدة ديال عامين، ولكن ما كاين حتى شي جديد في القضية. داز شوية ديال الوقت مور هكاك، شوية غادي تبدا تفكر عزيزة تخطف شي بنيتها. صافي طلعوا لها فراس الذكوره، ذكر الاول ذكر الثاني الثالث، الله يجعل شي بركه، خاصها تبدل واحد شويه. عاولات محترفه في الخطف ديال الاطفال، ولكن غادي تجي واحد المراه جاره تكون جديده في الحومه، وغادي تكون بالضبط حدا عزيزه. هاد المراه كانت كتعرف عزيزه من ايامات الاسكندريه فاش كان طلق رجلها سعيد، حيت مشات للطبيب وطلعت ما كتولدش، والطليق ديالها ديجا تزوج بمرأة أخرى ورزق الله معها بوليدات. يعني المشكل ماشي منه، المشكل من عزيزة. وهنا غادي تصدم، كيفاش عزيزة ما كانتش كتولد في الإسكندرية وملي جات للعريش بقات هذا مر هذا هذا مر هذا، هاك بالك ها محمد ها إسلام ها هشام. وهنا غادي تدخل الشك، غادي تمشي عند البوليس وغادي تديكلاري بلي واحد المرأة كانت كتعرفها كتسكن حداها في الإسكندرية كانت طلقها راجلها حيت ما كتولدش، ودابا عندها 3 ديال الوليدات، وغادي تطلب من البوليس يمشيو يشدوها ويشوفوا دوك الوليدات واش ولادها ولا لا. البوليس غير سمعوا هذا البلاغ هذا غادي يجيو بالعجز، وبالصدفه غادي تجي معاهم سلمى الام ديال الطفل الثالث اللي خطفاته عزيزه. وبالضبط نهار 24 ديسمبر 1992 غادي يجيو يشدوا عزيزه، دقوا في الباب. غير فتحت الباب وهي تنقز عليها ديك المرأة، تينا اللي خطفتي ولدي ما يمكنش ننساها، هادي هي اللي خطفت ولدي، مستحيل مليون في المية هي هادي. وكتأكد وتعاود وتعاود ومسكينة كتبكي. وهنا غادي يشدو حتى الرجل ديالها واختها كانوا معها ديجا في الدار، غادي يديوها المحققين وغادي يبداو التحقيق معها هي الاولى. الشخصية ديال عزيزة كانت عنيدة ومتمكنة من الكذب، وراك تقيل تكذب تقيل تكذب وما كتعياشي، كذبه مور كذبه وكذبه تقد راسها وهيداك وما كتعياشي. فهنايا غادي يزيروها مزيان البوليس، غادي يضطروا يحققوا معاها لمده 72 ساعه، ما غاديش يخليوها تنعس باش تعيا وتعترف بالحقيقه. كانوا المحققين كيتناوبوا عليها، يدخل هذا ارالك بواحد 3 ديال الساعات، يخرج يدخل اوتوماتيكمون اللي موراه ما كيوقفوش، غادي تعيا وغادي تعترف. هنا يا عزيزة
غادي تعترف باللي خطفت محمد الولد الاخير اللي كانت عائلته معروفه، وغادي تعترف حتى بهشام، وغادي توريهم الدار اللي كانت خطفاته منها. اما اسلام اللي كان في عمره في هذيك الوقيته 11 عام غادي ترفض انها تعترف بحتى شي معلومه، وملي غادي يزوروها البوليس غادي تقول باللي هذا ولدها وولدته من كرشه. البوليس كيقولوا ليها يهديك الله راك مستحيل تولد، ولكن هي مصممه على ان اسلام ولدها ما يزولوا لا شي طبيب. غادي يضطروا هنايا البوليس يعملوا لها التحاليل، وهنا كانت الصدمه. عزيزه عمرها ولدت وعمرها تقدر تولد، واصلا هي عاقره. المهم حكمت المحكمه على عزيزه بسبع سنين ديال الحبس، تهمه اختطاف 3 ديال الاطفال، وعلى رجلها واختها بعشر سنين ديال الحبس، تهمه تزوير اوراق رسميه. البوليس غادي ينشروا الصور ديال عزيزه واسلام في كل بلاصات التلفازات، في الجرائد، فين ما مشيتي تجبر تصاور ديالهم، املا في ان يقدروا والديه يتعرفوا عليه، او لا عزيزه اللي كانت خطفاته منهم يشوفوها فيعرفوا ان هذاك هو ولدهم. من بعد مده قصيره استقبلوا البوليس 22 بلاغ من نساء كانوا متاكدين ومتيقنين مليون في الميه وعاقلين ان عزيزه هي اللي خطفت ليهم وليداتهم. يعني عزيزه ما خطفتش غير 3 د الوليدات اللي رباتهم. ومن بعد التحريات غادي يكتشفوا ان عزيزه عندها عصابه متكونه من رجلها واختها، وهي كانوا كيخطفوا الوليدات الصغار وكيبيعوهم بالملايين لعائلات اخرين. المهم من بعد اشهر من حبس عزيزه غادي يجي واحد الراجل سميتو جمعه، وغادي يقول للبوليس باللي شاك يكون اسلام هو ولده، وباللي ولده تخطف سنه 1983 نفس السنه اللي تخطف فيها اسلام. وهنا ما غاديش يكون تحليل ديال دي ان اي منتشر بزاف في هذاك الوقت، وفعلا غادي يواجهوا عزيزه مع جمعه وغادي تعترف بسهوله، غير يقولوا لها واش هذا باه، غادي تقول لهم اه هو هذا باه. وهنا البوليس غادي يسلموا اسلام لعائلته بناء على شهاده عزيزه وجمعه. سنوات هما دازوا، اسلام عايش مع العائله الجديده ديالو اللي من المفروض هي العائله ديالو الحقيقيه. كمل اسلام قرايته، كبر، تزوج ودار 3 ديال الوليدات. عاش اسلام معاهم لمده ديال 22 سنه. والغريب في الامر ان اسلام ما كانش كيحس بالانتماء ليهم مره، كانوا دائما كيميزوا بينه وبين خوته، وكانت يماه كتعامل واحد المعامله نقدر نقولوا شويه قاسيه، ودائما غير يعصبها كتقول انت ماشي ولدي. حتى جا النهار اللي سمع فيها اسلام يماه كتقول لباه جري على اسلام من الدار حيت انتينا عارف وانا عارفه اسلام ماشي ولدنا، بلا ما نبقاو نضحكوا على بعضياتنا، ويكفي اننا ربيناه وقريناه وكبر وهو تزوج بركه. فتخيل انك تكون في بلاصه اسلام، في صغرك تعيش مع مرا على اساس هي يماك، تطلع غير خاطفك تمشي مع عائلتك الحقيقيه وتظن انك صافي واخيرا غادي تعيش مرتاح، جبرتي النسب ديالك وعائلتك يطلعوا عاوتاني ماشي عائلتك، وتسمع هاد الهضره من اقرب الناس ليك يعني هي يماك. الصراحه صعيبه بزاف. ديك الساعه قال اسلام صافي بركه ضروري نعمل تحليل دي ان اي باش يتاكد هو وحتى عائلته بولي واش هما والديه ولا لا. هنا غادي يعملوه وغادي تبين في نتائج التحاليل انهم ما كيجيوه والو، النتيجه طلعت سلبيه. والصدمه الكبيره مور هاد الواقعه غير بشي ايامات مشى جمعه ورفع قضيه انكار النسب ضد اسلام اللي كان زعما ولده، وسحب الاسم ديالو من الاسم اسلام. واخا وقع على هادشي كامل ما كانش كيهمو في ديك الساعه نفسه، كان الهم ديالو كامل مع ولادو، كيفكر في ولادو كيفاش غادي يكملوا قرايتهم ويكبروا ويعيشوا حياتهم هما بدون نسب. محدش هيعوضنا عن اهلي، ومحدش هيعوض عيالنا غير اهلهم. هي اللي يروحوا فين؟ الست اللي كانت خطفاني موجوده، ليه ما تجيش وتتضرب بالجزمه وتقول انا ابن مين؟ المهم رجع اسلام الرحله ديال البحث على عائلته، واول شخص غادي يبحث عليه كانت هي عزيزه حيت هي اللي خطفاتو، فضروري غادي تكون عارفه فين هما العائله ديالو. وصل اسلام عندها فتحت ليه الباب، وهنا كانت عزيزه تبدلت بزاف، بان عليها الكبر ومرضت بسرطان ديال الدم. قال لها اسلام علاش عطيتيني الجمعه وانتينا عارفه ماشي با؟ قالت له بكل بروده وحتى هو كان عارفك ماشي ولدو خداك.
قمة الوقاحة هاد المرة. حاول إسلام يضبط النفس ديالو وعاود سولها عاوتاني، واخا ماشي مشكل، دابا قول لي غير فين هما والديا. وهنا بدات حال عزيزة كتحلف وتعاود باللي هي مو ويا اللي ولداتو من كرشة. هاد المرة ماشي طبيعية والله، ديجا عندها ورق يثبتوا أنها عاقرة وباقي كتكذب. وهنا بقى الإسلام حتى شي حل آخر من غير الإعلام، توجه الإذاعة مصرية وبالضبط مع الإعلامية منى عراقي وحكى قصته، على وعسى يشوفوا شي واحد من عائلته يتعرفوا عليه، يكونوا حتى هما تخطف ليهم شي وليد سنة 1983 وهكا يتعرف على عائلته ويرتاح. من بعد ما حكى إسلام قصته ولات قضية رأي عام، وهنا منى عراقي استضفت الخاطفة عزيزة في البرنامج ديالها. عزيزة كانت عنيدة بزاف لدرجة نكرت أصلا أنها خطفت شي نهار شي وليد، واتهمت المحكمة بتلفيق تهم ليها، هي بريئة منها. وهنا اضطرت الإعلامية منى باش تواجهها مع عميد الشرطة اللي حقق معها في هذيك الوقيتة. تخيلوا أنه عنده الملف حداه وكاين فيه اعترافات ديالة وديال الرجل ديالة واخته بالمنسوب ليهم كامل، ومع ذلك نكرت كل شيء. نعرف نتعامل معها كل خلال يومين أو ثلاثة ما تنامش، يتكلموا معاها علشان يفقدوا تركيزها، لأنها لو ركزت معاك أنت مش عارف تاخدي معاها حق ولا باطل. أنا تفرجت في الفيديو ديالها مع منى عراقي، إذا تفرجتي فيه غادي تجيب لك الفقصة والغدايد بكثرة الكتوب والتخربيق اللي فيها. في أول حلقة اعترفت أنها تلاقت مع أم إسلام في مستشفى اسمه الشاطبي، من بعد شوية غادي تنفي كلامها كامل، وهذا شي كامل في حلقة واحدة. شوية كتقول لها أنا إذا اعترفت بالعائلة ديال إسلام غادي نتضرر أنا، شوية كتقول أنا إذا اعترفت غادي نخسر قضيتي، من قضية الله أعلم. كتدخل وتخرج في الهضرة، الحوار معها صعب بزاف لدرجة منى عراقي عيات وهي معيات، كتحس بها باقي قادرة تزيد تكذب وتخربق. كلامها ما كانش واضح ودائما كتحاول تشتت اللي قدامه وتدخله في مواضيع أخرى ما عندها حتى علاقة بالموضوع. ومن بعد هادشي كامل كتحلف بالله أن إسلام ولده، كيواجهوها بالورق اللي كيتبتو العقر ديالها، كتقول لهم إسلام أنا اللي ولدته، واش الطب غادي يعرفني أحسن مني، أنا اللي ولده، ولدي هذا. المهم مقابلة كانت صعبة بزاف، ماشي غير الإعلامية منى، حتى انتينا كمشاهد إذا تفرجتي غادي تتعب نفسيا، غادي تجيب لك الفقصة والمرض وكل شيء، حيت ما كتتفرجش شي فيلم، هذا الشيء راه واقع. من مور هاد الحلقة كل شيء في مصر رجع كيعرف إسلام وعزيزة، الناس كيتلاقوا بها في الزنقة كيبقاو يرغبوها، الله يرحم والديك، تينا مرة كبيرة ومريضة بالسرطان، ما بقى لك والو تموت، يا عند كان عندها سرطان في المراحل الأخيرة ديالو، قول الراجل راه شكون مع عائلته وريحو، ومع ذلك ما باغا تقول والو. واذا هضرت كتبقى غير تخربق وتدخل وتخرج في الهضره، مرات هذا ولدي، مرات ما نقدرش نقول، لدرجه الناس بقاو كينعتوها بعزيزه بنت ابليس، والصراحه جمعها الاسم. من بعد هذا الشيء هذا اللي وقع بزاف ديال الناس اتصلوا مع طاقم البرنامج باغين يعملوا تحاليل دي ان اي مع اسلام، ووالو حتى واحد من عينات هذوك العائلات ما جات ايجابيه، يعني كاملين ماشي والديه. اسلام هنا عيا من التحاليل وعاوتاني مشى عند عزيزه لدارا، دخل عندها عاوتاني بقى كيحاول معها غير بالسياسه باش تعاود لي الحق حقيقه. عزيزه راه صفحه الحجره وتقول واش تحركت فيها شي حاجه، انا غادي يهددها باللي غادي يمشي يقول للعائله ديالها، زعما على الله تكون عندهم شي سلطه على عزيزه ويضغطوا عليها باش تقول الحقيقه. عزيزه الالوان فوجات بدلو، نبرة صوتها تبدلات، تخلعات وبدات كتغوت وتدخل وتخرج الهضره وكتزبل فيه وكتجري عليه، بقات دافعه دافعه، جرات عليه من الدار وسدات الباب. مشى فحالو اسلام، هو خرج من باب ديال العماره ضاير غادي يمشي فحالو، وهو يشوف الناس مجمعين تحت الطاقه ديال دار عزيزه، ونشي نسا كيغوتو، مشى كيجري كيجبر عزيزه المطرسه من الطابق الرابع، ولكن شويه باقي صاحيه باقي ما غابتش. وهنايا غادي يبقى يرغبه وهو كيبكي، الله يرحم والديك قول لي الحقيقه، شكون هما والديا، شكون هما والديا، راك انتينا دابا علاه تموت وما باغاش تقول لي شكون والديا. وهي والله ما خرجت من فمها حتى شي كلمه. وهنا جات الاسعاف هزوها ومشى حتى هو معاهم في الاسعاف، عيا كيحاول معاها تهضر والو، شويه بدات كتغيب على الوعي،
وهي تقول له واحد الاسم محمد فرج الله محمد وماتت. اسلام كيقول انه ما كيعرفش هذا الرجل وعمره سمع سميته. هنا غادي يشدوا البوليس اسلام بتهمه القتل ديال عزيزه، ولكن الناس اللي كانوا في الشارع غادي يشهدوا ان عزيزه انتحرت ومن اللي طاحت اصلا هي كان اسلام خرج. هنايا غادي تعلن البراءه ديال اسلام، ومع ذلك اسلام غادي يبقى محطم نفسيا. المراه الوحيده اللي كان بيديها تعترف وتقول الحقيقه ها هي ماتت، ومات معها السر ديال عائله اسلام. انسانه انانيه وكتفكر غير في راسها. اسلام ما استسلمش وغادي يكمل البحث ديالو على الاشخاص اللي عندهم نفس اسم محمد فرج الله محمد. واحد النهار واحد المراه شافت اسلام في التلفزيون وحست بلي هذا هو ولده، ولدة التوأم. قالت انا كنت في المستشفى ولدت جوج وليدات، واحد مات وواحد عاش، من بعد حتى داك اللي عاش اتخطف وما زدتش جبرته. وحتى ولدها سبحان الله كانوا كيقولوا انه فيه شويه من الملامح ديالهم. واحد من ولدها كان فيه شويه صراحه ديال الشبه من اسلام. هنا غادي يعملوا تحاليل دي ان اي وعاوتاني غادي يطلع سلبي. هنا بزاف ديال الناس خرجوا كيقولوا انه طلع ايجابي، واخيرا اسلام لقى عائلته، ولكن كانوا غير شائعات اللي نفاهم اسلام بنفسه من خلال فيديو في صفحه ديالو على موقع فيسبوك. السلام عليكم، انا اسلام الضائع. في فيديوهات كتير نازله بتقول ان انا لقيت اهلي، ان انا وصلت لاهلي. انا لسه بزلت ابحث عن اهلي. النهارده 10/4/2020 الجمعه، انا ما زلت ابحث عن اهلي، وصلتش لحاجه لسه. اسلام لحد الساعه باقي ما لقاش والديه. هو كيقول ما عندوش مشكل عائلته يكونوا ناس خايبين ماشي مزيانين، الاهم بالنسبه ليه هو يلقى عائلته وصافي باش ما يبقاش بلا هويه، وحتى ولادو يكون عندهم واحد النسب. اسلام باقي لدابا اللي كيعيط عليه وكيقول ليه بلي راه كيحس بلي راه هو ولدو، كيمشي مسكين من الهوف كيدير معاهم التحاليل، ولكن دائما كتطلع النتيجه سلبيه. القصه ديال اسلام صعيبه بزاف. شنو ذنب هاد الوليد مسكين اللي تخطفه عزيزه وتحرمه من والديه حياته كامله؟ قصه اسلام غادي يكون موراها شي سر كبير وخطير اللي خلى عزيزه وهي كتموت ما تقولش ليش كنوا والديه، رغم انها قالت شكون والدين هشام ومحمد اللي حتى هما كانوا مخطوفين. وعلاش عزيزه بالرغم من انها كانت كتشوف راسها مريضه بسرطان الدم وكان في مراحله الاخيره وهكاك وما اعترفتش؟ واش يمكن حيت اذا اعترفت كان يمكن تدخل بشي تهمه اخرى واللي هي خطيره للحبس؟ يمكن. واش يمكن يكونوا عائلته تخلاو عليه؟ صراحه انا كنستبعد هذا الراي، حيت عادي كانت غادي تقول راهم تخلاو عليك او لقيتك راه فينا مرمي. او لا يمكن عزيزه من اللي خطفت اسلام قتلت عائلته، يماه ولا باه ما تعرف. وعلاش عزيزه انتحرات من اللي قال ليها اسلام باللي غادي يقولها لعائلتها؟ صراحة في هذه القضية كل شيء وارد، والشخص الوحيد اللي يقدر يجاوب على هذه التساؤلات هي عزيزة. وعزيزة ماتت وماتوا معها جميع الأسرار. حتى لهنا وكتنتهي القضية ديال اليوم. إذا كنت يعجبكم في حال هذا المحتوى كنتمنى تنضموا للقناة ديالنا وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وشكراً.